في الحديث عن المناخ السيء، يمكن القول إن العام 2010 أخذ منه ما يفوق حصته العادلة، فمن ارتفاع قياسي في الحرارة وحرائق في روسيا إلى أمطار غزيرة وفيضانات في باكستان والصين، ارتفعت كلفة الأضرار المادية والبشرية في شكل ضخم. كثيرون يسألون عن علاقة ذلك بالاحتباس الحراري، فيربط الخبراء هذه الأحداث بارتفاع درجة حرارة الأرض، ولكنهم لم يصلوا إلى أي استنتاجات حاسمة بعد. طقس عام واحد ليس دليلا بحد ذاته، إنها عملية طويلة ويجب تحليلها على مدى عقود وبالتفصيل، وعليك أن تعتمد على الإحصاءات لتتأكد من أن شيئا ما يحدث حقا. الوكالة الأمريكية الحكومية للمناخ تقول إن كوكب الأرض لم يكن يوما ساخنا كما هي الحال في النصف الأول من هذا العام. من خلال ما يحصل في موسكو يمكنك أن تفكر جديا بأن هذه الأحداث هي نتيجة للاحتباس الحراري، ولكن مع الرياح الموسمية يصبح الأمر أكثر تعقيدا، ومن الصعب جدا التنبؤ بكيفية تفاعل نظام الرياح الموسمية مع الاحتباس الحراري. ويتوقع الخبراء أن تكون الأحوال الجوية في نهاية القرن 21 مغايرة تماما لما هي عليه اليوم، فالتغير المناخي حقيقة. في حوض البحر المتوسط سيكون هناك جفاف في الصيف، ومن المتوقع أن يستمر لفترة أطول، وقد يكون هطول الأمطار في أوروبا أكثر كثافة. وحده الوقت كفيل بأن يثبت ما إذا كانت موجة الطقس الحالية كارثة غريبة أو جزء من ظاهرة أوسع.